طيب نبدأ بأسئلتنا معناها بنات، يمكن السؤال تمام. الأول اللي يخطر على بالنا دائما إنه نشوف أنظمة غذائية متعددة، النظام اللي يعتمد على نوع واحد من الطعام فقط، النظام اللي يعتمد على إنه إحنا نمتنع من تناول الكربوهيدرات تحديدا أو الدهون، يعني أنظمة متعددة. ولكن اليوم لو نتحدث عن مخاطر إنه إحنا نتبع حمية غذائية تكون شديدة جدا، المخاطر سواء كانت على نفسيتنا أو أيضا اللي تظهر على جسدنا. نعم طبعا، بالنسبة للحمية الغذائية طبعا لازم تكون كمية السعرات محسوبة بالنسبة لكل شخص حسب وزنه وحسب حالته الصحية. فعند اتباع يعني حميات قاسية تكون السعرات الحرارية اللي تصل إلى الجسم قليلة جدا. فالإنسان الطبيعي عادة يحتاج أقل شيء يعني 2000 سعرة حرارية، بالحميات القاسية تقريبا تكون السعرات 800 أو 900. فبهذه الحالة الجسم ما راح يقدر يسوي العمليات الأيضية الطبيعية، بالإضافة إلى أنه تؤثر على يعني نسبة السكريات بالجسم، نسبة الأملاح، يسبب حالات مرضية منها هبوط الضغط، هبوط السكر، الإصابة ببعض الأمراض منها فقر الدم، إضافة إلى التوتر النفسي، الأرق. هذه كلها المشاكل اللي تسببها النظام الصحي الغير صحيح. نعم، طيب دكتورة ابتهال، اليوم كمان احنا بنشوف انه كثير في انواع من الحميات الغذائية، البعض منها بنلاقي انه هي بتتناسب مع اشخاص بشكل خاص لإلهم وتحديدا ولطبيعة جسمهم، للمشاكل اللي بمرقوا فيها، يمكن البعض عندهم مشاكل بالغدة وغيرها من الامور او الامراض الاخرى. بنشوف اليوم انه الحميات الغذائية بتتناقل ما بين شخص وشخص، يعني انا اليوم قاعده مع جارتي بتلاقيها خسرت وزن، بروح بقول لها ايش النظام الغذائي اللي مشيتي عليه اعطيني اياه، ولو انه ممكن انه ما يمشي مع طبيعه جسمي انا. فاليوم على انه اسس احنا اليوم نختار الحميات الغذائيه، شو الشغلات الاساسيه لازم تكون موجوده لحتى احنا يكون ضابط معنا هذا النوع من الغذاء او هاي الحميه الغذائيه؟ طبعا هو بالنسبة لكل إنسان طبيعي، يعني في حالة إذا كانت ما عنده حالة مرضية معينة، اتباع نظام صحي يعني الأكل الصحي المفروض كل إنسان يحتاجه، يحتوي كميات مناسبة من البروتين، كميات مناسبة من الكربوهيدرات، سكريات بكمية مقبولة اللي يحتاجها الجسم يعني لأداء عمله والطاقة الطبيعية، نسبة الدهون اللي يحتاجها الجسم من الدهون الأحادية الغير مشبعة، هذه كليتها يعني تخلي الإنسان يحافظ على الوزن الطبيعي. نعم. لكن بالنسبة أنه شخص يتبع حمية مثلا سمعها من شخص ثاني أو يعني هو شاف غيره نقص وزنه واتباعها، هذا أكبر خطأ. لذلك إحنا حاليا صار التوجه على طبيب التغذية، لأن أغلب الحالات أنه تلقين عنده مثلا سبب صحي سبب إلى زيادة هذا الوزن. فبهذه الحالة يجب أنه معالجة الشخص صحيا، يعني إعطاء الأدوية وعلاجة السبب الرئيسي، وبعدين اتباع نظام صحي غذائي مناسب لحالته. نعم، طيب دكتورة اليوم يمكن احنا بحلقات سابقة ذكرنا او يوم امس تحديدا تحدثنا عن القهوة وعن الكافيين بشكل عام، سواء المتواجد في القهوة او الشاي ايضا. اليوم تنشوف بعض الاشخاص يلجؤون للمشروبات اللي فيها الكافيين عالي يعني حتى تسد عندهم الشهية، شنو تعليقك على هذا الموضوع بالذات؟ طبعا احنا اولا لازم نقسم المشروبات اللي تحتوي على الكافيين، يعني احنا عندنا كميات هائلة من هاي المشروبات، مثل عندنا القهوة، عندنا الشاي، عندنا مشاريب هواي بالسوبر ماركت نشوفهم تحتوي على نسب عالية من الكافيين، مشاريب الطاقة. نعم. هذه تصنف الى نوع نافع ممكن يستفاد من عند الانسان، اللي هو مثلا القهوة والشاي في حالة اذا كان بيور يعني بدون اي سكريات مضافة، ويكون الانسان يعني مصنعه على ايده، مو مثلا بحليب او بنسبه دهون، لان هذن كلهن راح تكون به نسبه سعرات عاليه، بالعكس راح تعطي تاثير سلبي على الشخص. بالنسبه للمشاريب الطاقه اللي موجوده حاليا في الاسواق كلها تحتوي على سعرات عاليه، بالعكس تعطي تاثير سلبي. يعني حتى هذه الاشياء ممكن انه تسوي ارهاق عند الشخص، توتر، امراض نفسيه، خفقان، يعني تغير النظام الصحي بالنسبة للإنسان. لكن إذا كان الكافيين يعني بنسب معتدلة وقلت لك أنه يكون بيور يعني بدون أي إضافات، فهذا يعمل على حرق الدهون وينطي الطاقة اللي يحتاجها الإنسان ويساعد في إنزال الوزن. نعم،
طيب دكتورة، اليوم نحكي عن المكسرات كمان اللي احنا ممكن تكون داخلة بنظامنا الغذائي، يعني في البعض يعني من المكسرات يمكن فيها دهون بتكون كتير أعلى من غيرها، وأيضا البعض بيكون يعني محمص ملح وغيرها من الأمور. طب اليوم هل كل أنواع المكسرات إحنا مسموحة لإلنا؟ شو الممنوع منها إذا كنا بدنا نتبع حمية غذائية لحتى ننقص وزننا؟ وأيضا الشوكولاتة اليوم بأنواعها وتحديدا شوكولاتة الداكنة إحنا بنعرف إنه هي بتساعد، ولكن الكميات اليوم كميات الفستق كميات الشوكولاتة وهاي الأمور كلها، كيف نعرف الكمية المناسبة لإلنا لو بدنا نمشي على نظام غذائي صحي متوازن؟ بالنسبة للمكسرات اكو انواع هواي من عندها مفيدة، يعني يحتاجها الجسم لان تكون بها نسبة الياف عالية، تكون بها نسبة الدهون اللي احنا يستفاد من عندها الجسم اللي هي الدهون الاحادية الغير مشبعة، اضافة الى دهون الاوميجا اللي هي الدهون النافعة اللي يحتاجها الجسم. هذه المكسرات عادة نتبعها بالحمية الغذائية لكن ايضا بكميات محدودة، كل شيء يكون بافراط هذا يسبب زيادة في الوزن. لكن إذا أخذنا مثلا الفستق إذا كان من نوع المطبوخ أو مضاف عليه الأملاح فهذا راح ينطينا سعرات جدا عالية، خاصة أنه الكمية الدهون الأحادية اللي بيتكون نسبتها عالية أكثر من بقية أنواع المكسرات. فلما الشخص يأخذ كميات هواية على طول اليوم بالعكس هذا راح يستخدم لزيادة الوزن وليس لنقصان الوزن. أما بالنسبة للشوكولا، بالنسبة عندنا الشوكولا الداكنة فعادة إذا كانت بدون سكريات بدون دهون مضافة ممكن نستفاد، وأيضا قلنا بكمية محدودة. عادة كل الأكل لازم يكون يعني نسبة معينة اللي يحتاجها الجسم، كل شيء بزيادة أكيد راح يؤدي يعني إلى زيادة بالوزن.